لا بقلي. شو عم تساوي؟ عم رتب التخت، يعني مو شايفني؟ الظاهر انك لحد هلا ما نقيتي اللون. لا، نقيت حياتي وعم طبق. طيب ماشي، قولي لي شو قرارك لأفهم انا كمان. تمام، بسيط كتير. عملت هالحدود بيناتنا، هديك منطقتك وهي هي منطقتي. إذا ما حدا تخطى حدود منطقة التاني، وقتها أكيد رح نعيش بسعادة. في شي مالك فهمانه بكلامي؟ في رح اعمل لك تطبيق عملي. كل مين لمنطقته لو سمحتي. طيب وبعدين؟ ركزي معي. لنفرض اني ضمن المنطقة تبعي ومديت ايدي وبدي المسك، مسموح؟ هيك بتكون تخطيت حدودك. طيب عندي سؤال تاني. تفضل سأل. فرضا اني قطعت الحد تبعي وبعد ما قطعت الحد ضميتك، شو بتعملي؟ مراد، رح تسحبي مني نقاط؟ شوف، يا بتقبل هالحل يا اما يا اما شو؟ بمشي. نحن مع بعض كرمال سعادة اهلنا وبس. ايه بعرف، ما في داعي تذكريني. معناته لو سمحت ارجع على منطقتك. بس انا مبسوط كتير هون. لا مراد، اتركني اذا بتريد. حبيبتي اذا تركتك بتوقعي. مراد خلاص، رجاء اتركني. طيب في مشكلة بموضوع الحدود تبعك، خلينا نحكي مرة تانية. لا مبسوطة هيك، تصبح على خير. والله شو؟ أنا رح أجي نام جنبك، مكان الزلمة جنب مرته. خدي عليك. عن جد إنك بايخ كتير، نمت على الأرض وما خلصت منك، ليكو اتخذت عندك. حياة في شي بدي اقول لك يا، بس موضوع الحد بيناتنا شو رأيك تنسيه؟ اسأليني شو كان وضع الشغل اليوم، مو أحسن بيكون؟ ليش بدي أسألك يعني؟ أكيد رح تقلي كل شي تمام وتكذب مثل العادة. أنا بكذب؟ اليوم كل شي كان طبيعي بالشركة مراد، أي بس عمار مو هيك قال. أنا بعرف كل شي صار هنيك. ليش أنت حكيتي معه؟ ايه حكيت؟ واحد تافه بيحشر انفه بكل شي بخصني. معناته يلا انت احكي لي القصة. لو في شي مهم كنت قلت لك، بس ما في. حياة ما في داعي لضايقك معي، على كل قصة صغيرة ومرقت. بس في موضوع واحد شاغل بالي، هو انت. عايشين بنفس المكان ومو قدران المسك. عقلي وقلبي الشي الوحيد اللي تعبهم هو انت. أنا بعرف بعرف، لا تكملي، ولهالسبب مو قادرة ألومك، معك حق.